بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نواصلوا مع سلسلة الدوال اللوغاريتمية الشاملة، وراح نكونوا مع التمرين الثالث في سلسلة المستوى الثاني. تمرين ممتاز فيه الكثير من الأفكار، أهمها الفكرة الأولى أنه الدالة المساعدة جي والدالة الرئيسية في زوج فيهم القيمة المطلقة. يعني من خلال هذا التمرين راح نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع دالة فيها القيمة المطلقة. والفكرة الثانية أنه الجزء الأول فيه قراءة بيانية. تمرين ممتاز، حاولونا فيه. رابط السلسلة تلقاوه في صندوق الوصف، تلقاوه أيضا في أول تعليق. حملوها، حاولونا في تمرين ثالث. إذا كان لقيتوا صعوبات أرواح وشاهدوا معنا الحل للأخير. إذا الآن نبدأ. لاحظوا باللي عطانا في الجزء الأول دالة مساعدة جي معرفة على R نجمة R باستثناء الصفر. قالنا جي لإكس تساوي إكس أس 3 ناقص 3 زائد 6 آلان القيمة المطلقة لإكس. ربما البعض قادر يستفسر يقول لك أستاذ، إحنا ديما كي تكون كاينة القيمة المطلقة مجموعة التعريف لازم تكون من صفر زائد ما لا نهاية. كي تكون الآلان عفوا. هنا علاش عطانا مجموعة التعريف بهذا الشكل؟ علاش عطانا R نجمة؟ كي نقولوا R نجمة ناقص ما لا نهاية صفر من صفر زائد ما لا نهاية. بكل سهولة لأنه هناك قيمة مطلقة. القيم السالبة بالقيمة المطلقة راح يصبحوا موجبين، إذا معرفة على R كامل. هناك مشكل فقط أنه ما بداخل ألان يجب أن لا ينعدم، لهذا الأمر استثنى الصفر. السؤال الأول أعطانا تمثيل بياني أيضا للدالة، هذا هو التمثيل البياني للدالة. دوك نحاولوا في القراءة البيانية راح نقراوه. إذا هذا هو التمثيل البياني للدالة. واحد بقراءة بيانية يقول لنا شكل جدول تغيرات الدالة جي. إذا جدول تغيرات الدالة جي، نحاولوا نقراو الفكرة نتاعو، سهلة جدا فكرة القراءة البيانية. إذا أول حاجة راح نديرو جدول تغيرات إكس. قبل ما نتحدثوا على جدول التغيرات، أي فكرة، أول فكرة وش هي؟ هي مجموعة التعريف. مجموعة التعريف هي R نجمة سما من ناقص ما لا نهاية صفر قيمة ممنوعة زائد ما لا نهاية. الآن بإمكاننا أن نديرو فقط تغيرات على الدالة، ولكن حابين أيضا نتعلموا فكرة، حابين نجبدوا إشارة جي فتحة لإكس. كيفاش نقراوها من البيان؟ إذا جي لإكس. الآن واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا باللي من خلال التغير، من خلال البيان، رانا نلاحظوا باللي الدالة عند ناقص ما لا نهاية تكون عند ناقص ما لا نهاية ثم تتزايد، عندها ذروة بالتقريب عند ناقص 1.5 ثم تتناقص ثم تتزايد. إذا هذه هي التغيرات تاع الدالة. واش قلنا؟ قلنا تقبل الذروة بالتقريب فاصلتها ناقص 1.5، يعني بالتقريب ناقص 3 على 2. الآن دالة قلنا متزايدة ثم متناقصة. المجال من صفر زائد ما لا نهاية متزايدة دائما. الآن النهايات رانا نلاحظوا باللي لما يكون x ناقص ما لا نهاية دالة تكون عند ناقص ما لا نهاية. لما يكون x صفر بقيم أقل دالة أيضا تكون عند ناقص ما لا نهاية. لما يكون x صفر بقيم أكبر لاحظوا أيضا تكون عند ناقص ما لا نهاية. لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية دالة تؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا ذروة فاصلتها ناقص 3 على 2، وبالتالي ترتيبتها الصورة اللي هي جي لناقص 3 على 2. الآن الفكرة ما هي لقراءة الإشارة؟ في القراءة الإشارة نقراوها من خلال تغير الدالة، يعني الأمر تعكس. وش معناتها؟ ما عرفين احنا نلقاو المشتقة موجبة نقولوا الدالة متزايدة. الآن العكس، الدالة متزايدة معناتها المشتقة موجبة. هناك ذروة إذا المشتقة تنعدم. الدالة متناقصة إذا المشتقة سالبة. الدالة متزايدة إذا المشتقة موجبة. وبهذه الطريقة رانا شكلنا جدول تغيرات تاع الدالة اف بشكل عادي جدا. الآن يقول لنا استنتج، ولا أيضا بالقراءة البيانية استنتج إشارة جي لإكس على المجال المعطى. الآن نديروا أيضا جدول إشارة عادي جدا، راح نقولوا إكس جي لإكس. الآن راح نقرأ الإشارة تاعها وليس تغيراتها. إذا دائما أول أمر في الجداول كامل هو مجموع التعريف من ناقص ما لا نهاية صفر القيمة ممنوعة زائد ما لا نهاية. الآن حاولوا نقرأ من البيان ما هي الإشارة. كيفاش نقرأ من البيان ما هي الإشارة؟ المحور هو محور الفواصل. إذا كان الدالة تحته راها سالبة، إذا كان فوق راها موجبة، إذا كان تقاطع محور الفواصل الدالة راها معدومة. رانا نلاحظوا باللي من ناقص ما لا نهاية للصفر، يعني على هذا المجال على يسار محور التراتيب، الدالة راها تحت محور الفواصل، إذا الدالة راها سالبة. الآن من صفر زائد ما لا نهاية، لاحظوا باللي كانت سالبة ثم انعدمت عند هذه القيمة ثم أصبحت موجبة. هذه القيمة في السؤال اللي بعد راح يسميها أنا ألفا، إذا تنعدم عند ألفا اللي هي بتقريب 1.2 1.3 من الرسم.
قبل الفا رانا لاحظوا بلي راها سالبه وبعد الفا راها موجه. هكذا رانا قرينا بقراءه بيانيه، قرينا الاشاره عادي جدا. الان نفوتوا سؤال القراءه البيانيه، يقول لنا بين ان المعادله جي لاكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا الفا محصور بين 1.21 و 1.22. اذا اثنين المعادله جي لاكس، او بيان المعادله جي لاكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا الفا محصور بين 1.21 و 1.22. اذا السؤال عادي جدا، نجاوبوا عليه باستعمال مبرهنات القيم المتوسطه. الفكره الاولى نقولوا ان جي راها مستمر. الفكره الثانيه لازم تكون رتيبه. هل الداله جي رتيبه؟ لا، لانه على مجال التعريف ليست رتيبه، لانها تتزايد ثم تتناقص ثم تتزايد. ما هو الحل؟ ركزوا على المجال الذي يضم الحل تاعنا. الحل تاعنا محصور بين 1.22 و 1.22. اذا في المجال هذا الثاني رانا لاحظوا بلي على هذا المجال راها فعلا رتيبه. اذا نقولوا ورتيبه والله متزايده تماما على اي مجال؟ على صفر زائد ما لا نهاية، ونقتصر فقط على المجال الذي ينتمي له الحل المقصود. الآن نحسب الصورتين اللي هما جي لواحد فاصل 21، هذه القيمة نلقوها بالتعويض في الدالة جي راح تخرج لنا سالبة. القيمة الثانية هي جي لواحد فاصل 22 بالتعويض أيضا في الدالة جي وراح تخرج لنا موجبة. إذا مقدارين مختلفين في الإشارة، عددين مختلفين في الإشارة، سالب موجب، إذا جداؤهما أقل من الصفر. إذا حسب مبرهنة القيم المتوسطة نستنتج أن المعادلة جي لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا محصور بين 1.21 و 1.22. إذا هذا هو بكل سهولة الجزء الأول. الآن جزء الدالة المساعدة، استنتجنا الإشارة وهي أهم حاجة. الإشارة ما هي؟ قلنا إشارة جي لإكس تنعدم ناقص ما لا نهاية صفر قيمة ممنوعة، تنعدم عند ألفا، قبل ألفا سالبة وبعد ألفا موجبة. هذا هو أهم حاجة. علاش؟ لأنه نحتاجها الآن في الجزء الثاني اللي هو دراسة الدالة الرئيسية الدالة F. إذا الآن نبدأ مع الجزء الثاني. الدالة F معرفة على النجمة B. F لX تساوي X ناقص 3 في ألان القيمة المطلقة لX على X مربع. الآن راح نقوم بدراسة عادية للدالة F، يعني نهايات مشتقة جدوى تغيرات، وفي النهاية التمثيل البياني. الآن لازم فكرة، كاينة فكرة لازم نتفقوا عليها، أنه دائما الدالة F كي تكون فيها القيمة المطلقة يجب أن نتخلص أولا من رمز القيمة المطلقة، حتى لو يطلب منا هذا حنا نتخلصوا من رمز القيمة المطلقة. علاش؟ لأنه من بعد مثلا في المشتقة ما نقدروش نشتقوا الدالة F وفيها القيمة المطلقة. نهاية ربما، ولكن أحيانا ما نقدروش نحسبوا النهاية تاع الدالة F وفيها القيمة المطلقة. إذا الفكرة الأولى أنه نتخلص من القيمة المطلقة. كيف نتخلص من القيمة المطلقة؟ الفكرة سهلة جدا، نشوفوا ما بداخلها. لما يكون موجب تتنحى مباشرة، لما يكون سالب تتنحى ويتضرب في الناقص. الآن ما بداخلها هو X. X سهل، قبل الصفر يكون سالب، بعد الصفر يكون موجب. إذا الدالة F كيفاش راح نكتبوها دون رمز القيمة المطلقة؟ راح نكتبوها على مجالين. المجال الأول نفرضه باللي من ناقص ما لا نهاية الصفر، والمجال الثاني نفرضه باللي إكس ينتمي من صفر زائد ما لا نهاية. كي نقولوا من صفر زائد ما لا نهاية معناتها إكس راه موجب، إذا ما بداخل القيمة المطلقة موجب، إذا القيمة المطلقة تتنحى دون أي أثر، إذا تصبح إكس ناقص 3 على ألان إكس إكس مربع. قلنا بما أنه موجبة إذا القيمة المطلقة لا يصبح عندها أي عمل. الآن في المجال الآخر من ناقص ما لا نهاية الصفر إكس سالبة، إذا لما نحيو القيمة المطلقة لازم نخليه في بلاصتها ناقص إكس، إذا تصبح إكس ناقص 3 آلان، الآن راحت القيمة المطلقة تصبح ناقص إكس على إكس مربع. الآن نقدروا نباشروا الأسئلة اللي عطاهمنا، يعني هذا عمل تحضيري للأسئلة اللي جاية من بعد. الآن وش يقولنا السؤال الأول؟ يقول لنا احسب ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، وليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. اذا نبدا بحساب النهايات. واحد، حساب النهايات. كيفاش راح نحسبوا حساب هذه النهايه؟ راح بكل سهوله نقولوا ليميت مثلا اف لاكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. الآن كيفاش راح نخدموا بهذه الدالة؟ دائما المشتقة أو جوار أو حساب صور أو نهايات أي شيء نشوفوا الشيء اللي راح نخدموا فيه ينتمي للمجال الأول أو ينتمي للمجال الثاني. مثلا إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية معناتها رانا في المجال الثاني، معناتها نخدم يعني نعمل بهذه العبارة الثانية. إذا تصبح ليميت ماذا؟
واش عندنا؟ عندنا اكس ناقص 3 الان اكس على اكس مربع لما اكس الى ماذا يؤول؟ الى زائد ما لا نهايه. الان لو كان ننتبهوا راح نقولوا الان اكس على اكس مربع عند زائد ما لا نهايه، هذه نهايه شهيره وتؤول الى صفر. صفر في عدد، اذا تبقى صفر. اذا هذه تؤول الى صفر، بقات لنا اكس، اكس عند زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. وبهذه الطريقه رانا حسبنا النهايه عادي جدا. الان روحوا الى ليميت ماذا؟ ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. الان العباره التي سنعمل بها ما هي؟ هي هذه العبارة الأولى، لأنه x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وناقص ما لا نهاية تعتبر في المجال السالب. إذا ليميت ماذا؟ ليميت x ناقص 3 على ناقص x على x مربع. x إلى ماذا يؤول؟ إلى ناقص ما لا نهاية وتساوي. الآن لو كان ننتبه في هذه النهاية، الآن ناقص x على x مربع، لو كان ما نتولهوش نديرو تعويض مباشر، نقولو x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية في الناقص تصبح زائد ما لا نهاية، الآن زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، إذن في البسط راه عندنا زائد ما لا نهاية. في المقام عندنا ناقص ما لا نهاية مربع تصبح زائد ما لا نهاية، إذن زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهايه هي حاله عدم التعيين. ولكن لو كان ننتبهوا هذه راها ايضا نهايه شهيره، فقط فيها فكره ربما ما ننتبهوا لهاش. شوف مليح، اذا واش رايحين نديروا؟ رايحين نحسبوها ممكن بجهه، يعني نحسبوها في المحاولات او في جهه اخرى، اذا نحسبوا ليميت الان ناقص اكس على اكس مربع لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. اذا هذه راه تشبه للنهايه الشهيره. فقط عندنا ناقص اكس داخل الآلان، ولكن ناقص اكس لا تنسى انه اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، معناتها ناقص اكس الى ماذا يؤول؟ يؤول الى زائد ما لا نهايه، اذا هذه في الحقيقه نهايه شهيره. كيفاش راح نبينوا بلي راها نهايه شهيره؟ شوف لو كان نسميو ما بداخل الآلان هذاك ناقص اكس هذاك نسميوه تي. فهمني مليح، رايحين ما بداخل الآلان نسميوه تي. اذا واش درنا احنا؟ رانا وضعنا ولا نضع وضعنا تي يساوي ناقص اكس. اذا تي يساوي ناقص اكس. الان اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، وتي ماذا يساوي؟ يساوي ناقص اكس. اذا ناقص ما لا نهايه في الناقص تصبح زائد ما لا نهايه، اذا تي يؤول الى زائد ما لا نهايه. هذه الطريقه اللي نستعمل فيها قلنا اسمها تحويل المتغير. الان اكس مربع ما لازمش تبقى اكس مربع، لازم كل شيء يولي بدلاله تي. ركز معنا الفكره كيفاش. اذا عندنا تي يساوي ناقص اكس، نبحث على قيمه اكس مربع مثلا ماذا تساوي. قيمه اكس مربع، قيمة أولا x نضرب طرفين في ناقص تصبح x تساوي ناقص t. نربع، علاش؟ حتى نجد قيمة x مربع. منا في الطرف هذا يصبح x مربع، في الطرف الآخر تصبح ناقص t الكل مربع. إذا ناقص t الكل مربع، ولاحظوا باللي ناقص تحت تربيع ما عنده حتى عمل. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن x مربع يساوي t مربع، يعني نقدر نحيو x مربع ونحط مكانها t مربع. الآن أصبحت ماذا؟ أصبحت ألان t على t مربع لما t يؤول زائد ما لا نهاية، هي نفسها تماما ألان x على x مربع لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هذه نهاية شهيرة وتساوي صفر. إذا هذه أيضا نهاية شهيرة وتساوي صفر. ألان زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية دائما تكون نهاية شهيرة. إذا كانت مباشرة هي مباشرة، إذا كانت فيها ناقص إكس أو شيء داخل أنا نقوم فقط بتحويل المتغير بهذه الطريقة. إذا هذه تؤول إلى صفر، شحال يبقى لنا؟ تبقى لنا هذه. إذا إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، اسمها إكس يساوي ناقص ما لا نهاية. إذا حسبنا نهاية الدالة إف عند زائد ما لا نهاية، وجدنا أنها تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية، وحسبنا عند ناقص ما لا نهاية، وجدنا أنها تساوي ناقص ما لا نهاية. إذا الآن حسبنا نهايتين عند زائد ما لا نهاية وحسبنا عند ناقص ما لا نهاية. الآن رايحين نحسبوا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى صفر. الآن أول ملاحظة رانا نقولوا إكس يؤول إلى صفر، شمن المجال رايحين نخدموا به؟ أي المجالين راح نخدموا به؟ راح نشوفوا باللي إكس يؤول إلى صفر عندها معنيين، يقدر يؤول بقيم أصغر نخدموا بالمجال الأول، ويقدر يؤول بقيم أكبر نخدموا بالمجال الثاني. إذا رايحين نخدموا حالتين. إكس يؤول إلى صفر مثلا بقيم ماذا؟ أكبر. تساوي ليميت. الآن صفر بقيم أكبر تنتمي للمجال الموجب من صفر لزائد ما لا نهاية. إذا نعمل بهذه العبارة. إذا تساوي ماذا؟ تساوي ليميت x ناقص 3 ألان x
على x مربع لما x يؤول إلى صفر بقيم أكبر تساوي ماذا؟ الآن هذه تعوض بالصفر تروح. تبقى لنا هذه، هذه لازم نركزوا فيها. لو كان نحسبوا في المحاولات واش راح نقول؟ راح نقولوا x يؤول إلى صفر بقيم أكبر، هذه كتابة نكتبوها في المحاولات. الآن عند صفر بقيم أكبر نهاية كم تساوي؟ تساوي ناقص ما لا نهاية، يضرب في عدد سالب يصبح ماذا؟ يصبح زائد ما لا نهاية. في المقام واش عندنا؟ عندنا صفر مربع اللي هو صفر. الآن ما لا نهاية على صفر ليست حالة عدم تعيين، هي ما لا نهاية فقط. نشوفوا ما نشوفوا الإشارات، حاصل قسمة الإشارات. صفر في المقام، بما أن المقام مربع معناتها المقام دائما موجب، حتى الصفر اللي خرجوا يخرجوا بقيم أكبر، يخرج صفر موجب. إذا موجب على موجب موجب، إذا ما لا نهاية على صفر ما لا نهاية، وموجب على موجب تساوي موجب، إذا النتيجة تساوي زائد ما لا نهاية. هذه بقيم ماذا؟ بقيم أصغر، بقيم أكبر عفوا. لو كان نروح الآن نحسبوا نفس النهاية ولكن بقيم ماذا؟ بقيم أصغر. ليميت f لx لما x يؤول إلى صفر بقيم أصغر. العبارة التي سنعمل بها هي هذه العبارة الأولى، صفر بقيم أصغر يحسب مع القيم السالبة. إذا الآن نعوضوا في هذه x ناقص 3 على ناقص x على x مربع لما x يؤول إلى صفر بقيم أقل. في المحاولات هذه تعوض بالصفر حتى تروح، وش راح يبقى لنا كنتيجة؟ الآن شوف، صفر بقيم أصغر يعني صفر سالب لما يتضرب في الناقص سيصبح صفر موجب. إذا الآن عند صفر موجب كم تساوي؟ ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية مضروبة في عدد سالب، إذا تصبح ماذا؟ تصبح زائد ما لا نهاية. نفس الفكرة تماما، صفر مربع هو صفر بما أن المقام راه مربع معناتها موجب، إذا صفر موجب. ما لا نهاية على صفر موجب نفس النتيجة، إذا زائد ما لا نهاية. إذا الآن ركز معنا، حسبنا بقيم أصغر لقيناها زائد ما لا نهاية، حسبنا بقيم أكبر لقيناها زائد ما لا نهاية. إذا النهاية كم تساوي؟ بما أنه على اليسار تساوي على اليمين، إذا النهاية عند صفر تساوي زائد ما لا نهاية، لأنهم في زوج متساويين. راح نقولوا ليميت f لإكس لما إكس يؤول إلى صفر تساوي زائد ما لا نهاية. معناتها؟ معناتها بقيم أكبر زائد ما لا نهاية وبقيم أصغر زائد ما لا نهاية. الآن يقولنا فسر النتيجة الأخيرة بيانيا، يعني هذه النتيجة ليميت f لإكس لما إكس يؤول إلى صفر فسرها بيان. التفسير واضح جدا، بما أنه نهاية عند عدد تساوي ما لا نهاية، إذا يوجد مستقيم مقارب عمودي معادلته إكس يساوي صفر اللي هو محور ماذا؟ محور التراتيب. إذا راح نقول التفسير الهندسي، كائن مستقيم مقارب عمودي معادلته x يساوي الصفر، بإمكاننا أن نقول محور التراتيب مستقيم مقارب للمنحنى CF. الآن بعد النهايات يطلب منا دراسة اتجاه تغير اسم المشتقة وإشارتها وغيرها. إذا الآن مع السؤال 2 ألف اللي قلنا بين أنه من أجل كل X ينتمي الأرنج ما اسمه مجموعة تعريف F فتحة لـ X تساوي G لـ X على X أس 3. إذا قلنا قم باشتقاق دال F وبين النتيجة المطلوبة. الآن في هذا السؤال بالتحديد نهايات ربما نقدر نحسبه بالعبارة الأولى، ولكن الاشتقاق قطعا يعني ما نقدروش نحسب الاشتقاق بالعبارة الأولى. لماذا؟ لأنه لا توجد قاعدة للاشتقاق تاع القيمة المطلقة. إذا ما هي الفكرة؟ رايحين نشتقوا الدالة على المجالين، رايحين نشتقوا الدالة على المجالين. تقول لي النتيجة كيفاش تخرج؟ في الأخير راح نتفقوا كيفاش تخرج، ولكن الفكرة أنه تتخلص من رمز القيمة المطلقة ثم تشتق، كنت تبقى القيمة المطلقة ما تقدرش تشتق. إذا نبدأ مثلا نقولوا من أجل ماذا؟ X ينتمي للمجال صفر زائد ما لا، يعني نقوم باشتقاق الدالة F على هذا المجال ونشتقها عادي جدا. راح نقولوا F فتحة لـ X تساوي اشتقاق X. ما هو اشتقاق X؟ هو واحد. مليح، عندك ناقص 3 في دالة، بإمكانك أنك تخلي ناقص 3 وتشتق هذه الدالة. الآن آلان بإمكاننا نشتقها في المحاولات، آلان على X مربع. رانا لاحظوا بلي راها جداء دالتين، جداء دالتين عفوا قسمة دالتين. كيفاش نشتقوها؟ مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع. إذا اشتقاق البسط، اشتقاق ألان X هو 1 على X، تضرب يضرب في ماذا؟ يضرب في المقام اللي هو X مربع ناقص اشتقاق المقام، المقام X مربع اشتقاقه 2X، يضرب في ألان X على ماذا؟ على المقام مربع سما على X أس 4. الآن رانا نلاحظوا بلي ماذا؟ عندك x واحد على x في x مربع، تقدر تختزل تصبح تبقى x واحدة x ناقص 2x ألان x.
على x أس 4. الآن بإمكاننا أن نختزل x، ولكن مع انتباه ما نختزلوش x واحدة مع x، لا نختزل x هذه و x هذه مع x في المقام، أو بإمكاننا أن نستخرج x في المقام في البسط كعامل مشترك. وش يتبقى لنا؟ يتبقى لنا 1 ناقص 2 ألان x. استخرجنا x على x أس 4، لماذا؟ نجد أنه نختزل x مع x، شحال تبقى في المقام؟ يتبقى x أس 3. إذن اشتقاق هذه العبارة اللي هي ألان x على x مربع في الأخير راح تبقى لنا 1 ناقص ماذا؟ ناقص 2 ألان x على x أس 3. الآن نبسطها، كيفاش نبسطها؟ راح نوحدوا المقامات. الواحد هذا كيفاش نكتبوه؟ نعتبروه x أس 3 على x أس 3، عاد توحيد مقامات فقط. الآن ناقص 3 هذه راح توزع على البسط لأنه مضروبة في الكسر، إذن تضرب في البسط. ناقص 3 في 1 وش هي؟ هي ناقص 3. ناقص 3 في ناقص 2 تصبح زائد 6 ألان x. إذن هذه هي المشتقة تاع الدالة F على المجال الأول، من أجل X ينتمي صفر زائد ما لا نهاية. إذن هذه الاشتقاق فقط على المجال الأول. الآن واش راح نديرو؟ راح نقومو باشتقاق الدالة F على المجال الثاني. إذن راح نقولو من أجل X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، F فتحة لـ X، أيضاً الاشتقاق دائماً بنفس الطريقة فقط مع قليل من الانتباه. الآن لو كان اشتقوا هذه الدالة راح نقولوا 1، اشتقاق نخدموا على المجال من ناقص ما لا نهاية لصفر، نشتقوا X 1. الآن نفس الفكرة، ناقص 3 في دالة، إذا نخليه ناقص 3 ونقوم باشتقاق هذه الدالة. الآن الدالة ليست نفسها، قبيل عندنا ألان X، الآن عندنا ألان ناقص X على X مربع. القاعدة نفسها، ماذا؟ اشتقاق البسط في المقام ناقص اشتقاق المقام في البسط على المقام مربع. الآن ألان ناقص X، الآن الألان مركبة، اشتقاق ألان مركبة وش قلنا؟ قلنا مشتق ما بداخل الألان على ما بداخل الألان. ما بداخل الألان هو ناقص X، اشتقاق ناقص X هو ناقص 1. إذن هكذا قمنا باشتقاق ألان ناقص X، مشتق ما بداخل ألان على ما بداخل ألان. لاحظوا بلي ناقص تروح مع ناقص، إذن تصبح ماذا؟ تصبح 1 على X في ماذا؟ في X مربع ناقص اشتقاق X مربع، ما هو؟ 2X في ماذا تضرب؟ تضرب في ألان ناقص X على X أس 4. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه 1 على X مع X مربع بإمكاننا نختزل X هذه مع X. ايضا كاين اختزال، ما هو؟ بعد ما نستخرج x عامل مشترك نقدر نختزل x و x مع x هذا. اذا واش راح يتبقى لنا؟ راح يتبقى لنا نفس النتيجه مع اختلاف بسيط، اللي هو 1 ناقص 2 ألان ناقص x على x اس 3. الان نوحدوا المقامات، حين نوحدوا المقامات فاش نوحدوا المقامات؟ بنفس الطريقه دوما. الواحد يكتب ماذا؟ يكتب x اس 3 على x اس 3، والناقص هذه ناقص 3 تضرب في القوس تصبح ناقص 3. ناقص 3 في ناقص 2 هي زائد 6 ألان ناقص x على المجال ماذا؟ على المجال ناقص ما لا نهايه صفر. الآن هل توصلنا إلى النتيجة المطلوبة؟ لازم نشوفوا النتيجتين اللي وصلنا لهم. ركز معنا مليح. إذا رانا نلاحظوا باللي عندنا نتيجتين متشابهتين، فقط كاين اختلاف بسيط جدا. ما هو؟ مرة داخل الألان عندنا X، ومرة داخل الألان عندنا ناقص X. لما كان X موجب كانت عندنا X، ولما كان X سالب كانت عندنا ناقص X. إذا هذه الفكرة ما هي؟ هذه الفكرة هي فكرة القيمة المطلقة. إذا ومن هنا النتيجة اللي نقدر نلحقوا لها أن F فتحة لـ X تساوي ماذا؟ تساوي x أس 3 ناقص 3 زائد 6 ألان. حتى نلموا الفكرتين مع بعضهم يجب أن تصبح قيمة مطلقة لـ x داخل الألان. الآن على R نجمة، يعني لمينا المجالين مع بعضهم على x أس 3. يقدر واحد يقول لي ما فهمش، بكل سهولة عاود هذه أفصلها إلى حالتين. راح تقول لما يكون x موجب نحيو القيمة المطلقة نلحقوا لهذا النتيجة، لما يكون x سالب نحيو القيمة المطلقة ونحطوا الناقص نرجعوا لهذا النتيجة. إذا هذا النتيجة اللي خرجت لنا في البسط ما هي؟ x أس 3 ناقص 3 زائد 6 ألان x. رانا لاحظوا باللي ذكرنا بجي لي x، إذا جي لي x على x أس 3 وهي النتيجة المطلوبة.
إذا بشوية تركيز فقط، فكرة إضافية، كل شيء عادي، فقط الفكرة حبينا نتعلموها بهذا التمرين، أنه لما تكون داخل الدالة قيمة مطلقة كيفاش نتعاملوا معها، وكيفاش نتعاملوا معها، نفصلوا مجالين، نحسبوا النهايات على المجالين المشتقة على المجالين، ونتبعوا سؤال بسؤال. إذا الآن بعد ما بينا أن فتحة لـ X تساوي G لـ X على X أس 3، يطلب منا دراسة اتجاه تغير الدالة F، ثم تشكيل جدول تغيراتها. القاعدة نفسها دوما، كيف ندرس اتجاه تغير أي دالة؟ من خلال دراسة إشارة المشتقة تاعها. إذا B اتجاه التغير. الآن لاحظوا مع المشتقة واش رايحين نقولوا. رايحين نقولوا باللي جي لي اكس عندنا الإشارة تاعها من الجزء الأول، قلنا عندنا عند ألفا قبل سالبة بعده موجبة، إذا هذه عندنا الإشارة تاعها. الآن اكس أس 3 كيف ندرس إشارتها؟ هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ أم ماذا؟ شوف اكس أس 3 تعلمنا الفكرة تاعها في الدوال العددية، قلنا عندنا احنا مثلا اكس نعرفوا إشارته، إكس يعني مع صفر قبل سالب بعده موجب. الآن لو كان يرفعوا قوة زوجية 2 أس 4 أس 6، هذه دائما نقولوا لي موجب، إذا هو كان سالب موجب، لما يترفع قوة زوجية يصبح موجب على كل المجال. أما لما يترفع قوة فردية، معناتها لما يترفع قوة 3 قوة 5 قوة 7، ما هي الفكرة؟ أنه نعتبره كأنه لا يوجد قوة. إذا إكس أس 3 وإكس عندهم نفس الإشارة، لأنه الأس الفردي لا يؤثر في الإشارة. إذا كيفاش راح نديروا جدول الإشارة تاع الفتحة؟ راح نديروا جدول إشارة تاع جي إكس عندنا، وراح نديروا جدول إشارة تاع إكس أس 3. نعود الآن نجسدهم في جدول تاع إشارة ورح نفهمها بطريقة أفضل. إذا أولا دائما مجموعة التعريف، مجموعة التعريف وش قلنا؟ قلنا من R نجمة، يعني من ناقص ما لا نهاية باستثناء الصفر زائد ما لا نهاية. إذا هذه قيمة ممنوعة في كل التمرين. الآن الخانة الأولى هي تاع جي لي إكس، الخانة اللي بعدها هي تاع إكس أس 3، والخانة الثالثة هي القسمة تاعهم اللي هي أف فتحة لإكس. إذا جي لإكس كنا تنعدم عند ألفا، وألفا قلنا بقيمته بالتقريب 1.21، إذا بعد الصفر قلنا قبل ألفا تكون سالبة بعد ألفا تكون موجبة. الآن إكس أس 3 قلنا عنده نفس إشارة إكس، كأنه الأس الفردي ما كانش. إذا إكس ينعدم عند الصفر قبله سالب بعده ماذا؟ بعده موجب. إذا الإشارة تاع جي لي إكس عندنا، الإشارة تاع إكس أس 3 عندنا، نقسموا الإشارات، عندنا سالب على سالب موجب، سالب على موجب سالب، موجب على موجب موجب. إذا الدالة ما بها متزايدة ثم متناقصة ثم متزايدة. الآن نهايات عند ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، عند الزايد ما لا نهاية هي زايدة. عند الصفر بقيم أقل لقيناها زايد ما لا نهاية، قيم أكبر لقيناها زايد. هنا واش تبقى لنا؟ راح تبقى لنا ذروة F لألفا. هذا جدول تغيرات، ولكن سؤال اتجاه تغير كيف نجيب عليه؟ بالكتابة. إذا واش راح نقوله؟ راح نقوله F متزايدة على واش من مجال؟ على ناقص ما لا نهاية صفر، والمجال الآخر اللي هي متزايدة عليه وألفا زائد ما لا نهاية، وألفا زائد ما. إذا هذه الإجابة على اتجاه التغير. وF متناقصة على أي مجال؟ متناقصة على المجال من صفر للألفا. إذا صفر مفتوح لأنه لا ينتمي لمجموعة التعريف، ألفا مغلق. إذا هذا هو بكل سهولة اتجاه تغير وجدول التغير. إذا الآن مع السؤال الثالث، يقولنا بين أن F لألفا تساوي 3 على 2 ألفا ناقص 3 على 2 ألفا مربع. هذا السؤال مر علينا في الكثير من المرات، ولكن هنا ملاحظة بإمكاننا أن نبسطوا النتيجة. وش معناتها نبسطوا النتيجة؟ احنا حابين نبينوا هذه النتيجة، بإمكاننا نبسطوها ننظموها وبعد نبحثوا عليها. كيفاش راح ندير؟ الآن راح نوحدوا المقامات، بإمكاننا أن ألفا هذه تطلع للبسط هكذا. إذا كيفاش نوحدوا المقامات؟ هنا كاين اثنين، بإمكاننا فقط نضرب في ألفا مربع في البسط والمقام. إذا هنا تصبح 2 ألفا مربع، 3 ألفا لما تضربها في ألفا مربع كم تصبح؟ تصبح 3 ألفا أس 3، هي كانت ألفا، احنا ضربنا فقط البسط والمقام في ألفا مربع ناقص 3. إذا بإمكاننا أن نبين هذه النتيجة. الآن كيفاش راح نبين هذه النتيجة؟ عادي جدا كما ما عارفين نحسبه، قلنا كاين طرق، من بينها مثلا أن نحسب أف لألفا ونلحقوا للنتيجة. الآن أف لألفا إلى ماذا؟ ألفا إلى أي مجال تنتمي؟ المجال الأول أم الثاني؟ ألفا تنتمي للمجال الثاني لأنه بالتقريب 1.21، إذا تنتمي هنا، معناتها نعوضه في العبارة هذه. إذا تصبح إكس واش نعوضه؟ نعوضه بألفا. إذا ألفا ناقص ماذا؟ 3 ألان ألفا
على الفا مربع. الان دائما في التمرين في السؤال هذا تاع بيان ان اف الفا تساوي عباره، رانا نلاحظوا باللي فيه الا الالفا، اذا الالان اختفت. في التمرين تاع الالان تختفي الالان، وفي التمرين تاع الاسيه يجب ان تختفي الاسيه. اذا حنا رانا في تمرين الان، اذا هذه لازم نتخلصوا منها. كيفاش نتخلصوا منها؟ نتخلصوا منها بكل سهوله، نرجعوا للعباره تاع الداله جي. واش معناتها العباره تاع الداله جي؟ حنا الالفا هذه ما هي العمل تاعها في التمرين؟ تعدم الجي. اذا جي لالفا تساوي صفر. بالاعتماد على هذه العباره راح نلقاو ماذا تساوي ان الفا، ونعوضها في العباره تاع اف. اذا جي لالفا، جي لألفا نعوضه برك في الدالة بألفا، إذا تصبح جي لألفا تساوي ماذا؟ تساوي ألفا أس 3 ناقص 3 زائد 6 ألان القيمة المطلقة لألفا. قلنا بما أنه ألفا موجب إذا القيمة المطلقة تتنح. الآن هذه رايحين نعتمد عليها حتى نجد قيمة ألان ألفا. هذه جي لألفا قلنا تساوي الصفر لأنه الألفا تعدم الدالة جي. إذا نبحث على ألان ألفا ماذا تساوي، ومنه ماذا؟ ومنه آلان ألفا مضروبة في 6 تساوي، ندي من هي ألفا أس 3 تولي ناقص ألفا أس 3، ندي من هي ناقص 3 تصبح زائد 3. الآن تقسم على ماذا؟ تقسم على 6 حتى نلقاو ما هي عبارة آلان ألفا. إذا الآن وجدنا عبارة إف لألفا، نعوضها في الدالة، تصبح إف لألفا كما تساوي؟ تصبح ألفا ناقص، عندنا ألفا ناقص المقام فيه ألفا مربع. مكان ألان ألفا لازم نعوضوا هذه العبارة. إذا توجد ناقص 3 في ألان ألفا. ألان ألفا هي عبارتها ناقص ألفا أس 3 زائد 3 على 6. إذا هذه ما هي؟ هذه هي عبارة ألان ألفا. الآن فقط توحيد المقامات وتبسيط النتيجة هو اللي راح يخرج لنا النتيجة المطلوبة. إذا عدنا ألفا ناقص 3، الآن عدنا كسر مقسوم على عدد. كيفاش راح نحسبوه؟ بامكاننا ان نقولوا ناقص الفا اس 3 زائد 3 على 6، الاول في مقلوب الثاني. مقلوب الثاني ما هو؟ هو 1 على الفا مربع. اذا تصبح ماذا؟ تصبح ناقص الفا اس 3 زائد 3 على 6 في الفا مربع 6 الفا مربع. الان فقط المطلوب منا هو توحيد المقامات وتبسيط النتيجه. إذا هنا كاين اختزال، هنا بإمكاننا أن نختزل. لماذا؟ لأنه عندنا 3 وعندنا 6. الستة هذه كيف يمكن كتابتها؟ يمكن كتابتها 3 في 2. إذا نختزل 3 مع 3 ونشوفوا واش يتبقى لنا. واش راح يتبقى لنا؟ راح تتبقى لنا ألفا ناقص. إذا الآن فقط توحيد مقامات، كيفاش راح نوحدوا المقامات؟ ألفا تتضرب في 2 ألفا مربع فتقسم على 2 ألفا مربع. إذا في المقام سيصبح 2 ألفا مربع. في البسط ألفا تضربها في 2 ألفا مربع تصبح 2 ألفا في ألفا مربع ألفا أس 3. الآن ناقص هذه نوزعوها على البسط، ناقص ناقص تصبح زائد ألفا أس 3 ناقص 3. الآن رانا نلاحظوا باللي عندنا 2 ألفا أس 3 زائد ألفا أس 3 اللي هي 3 ألفا أس 3 ناقص 3 على 2 ألفا مربع، يعني النتيجة المطلوبة بعد ما بسطناها. لاحظ باللي 3 ألفا أس 3 ناقص 3 على 2 ألفا مربع، إذا فعلا هي النتيجة المطلوبة. الآن بعد ما بينا العبارة تاع إف لألفا، يطلب منا استنتاج حصر لـ إف لألفا. دائما لازم ننطلقوا من الحصر تاع ألفا ونبنيوا الحصر تاع إف لألفا. رانا نلاحظوا باللي إف لألفا فيها حدين، هذا هو الأول وهذا هو الثاني. إذا الفكرة ما هي؟ نحصر الأول ونحصر الثاني ونجمعهم مع بعض. انتبه معنا، راح نقولوا بلي عندنا ألفا محصورة بين 1.21 و 1.22. الآن راح نحصروا 3 على 2 ألفا. إذا بكل سهولة هذه المتراجحة تضرب في 3 على 2. إذا ومنه راح تصبح 3 على 2 ألفا اللي هي 1.5 محصورة بين هذه 1.21 تضربها في 3 على 2 راح تلقاها 1.815، الأخرى 1.22 تضربها أيضا في نفس العدد راح تلقاها 1.83. إذا هذا ما هو؟ هذا هو الحصر تاع الأولى.
الان هذه كيفاش راح نحصروها؟ رانا نلاحظوا بلي الفا راها في المقام. اذا نحصروا الفا ربعوها تتضرب في 2، نديروا المقلوب ونضربوا في ناقص 3. اذا نقولوا ولدينا ماذا مره اخرى؟ الفا محصور بين 1.21 1.22. الفكره الاولى انه يجب الفا ان تربع، ربعوا طرفين. التربيع لما يدخل على المتراجحه ما يعكسهاش، عادي جدا. اذا ربعوا بالاله الحاسبه راح نلقى 1.4641، 4641. الآن في الطرف الآخر 4884. الفكرة الأخرى أنه يجب أن تضرب في 2، إذا نضرب في 2، 2 عدد موجب لا يغير المتراجحة، إذا 2 ألفا مربع. الطرف على اليسار يصبح 2.9282، الطرف الآخر 2.9768. إذا هذا هو الحصر تاع 2 ألفا مربع، أصبحت في المقام، معناتها لازم نديروا المقلوب. المقلوب لما يدخل على المتراجحة راح يعكسها. إذا في النص يصبح 1/2 ألفا مربع، كيف تعكس المتراجحة؟ المقلوب تاع هذا يصبح منا، والمقلوب تاع هذا يصبح من. إذا 1/2.9768 بالآلة الحاسبة راح يخرج لنا بالتقريب 0.33. مقلوب هذا العدد يصبح منا وبالتقريب 0.34. الآن رانا عندنا 1/2 ألفا مربع يجب أن تضرب في ناقص 3، وناقص 3 عدد سالب معناتها أيضا يعكس المتراجحة مرة أخرى. إذا تصبح ناقص 3/2 ألفا مربع في الوسط، هذا لما يتضرب في ناقص 3 يصبح منا شحال يمد؟ يمد ناقص 1.02. هذا لما يتضرب في ناقص 3 يصبح منا شحال يمد؟ يمد ناقص 0.99. إذا هذا ما هو؟ هذا الحصر تاع العبارة أو الجزء الثاني من العبارة. إذا الآن حتى نجد الحصر تاع اف لالفا يكفي انه نجمع هذه المتراجحه مع هذه المتراجحه طرفا لطرف. اذا في الوسط لما تجمع هذه مع هذه ماذا يصبح؟ يصبح اف لالفا، اذا هو الحصر تاع اف لالفا. الان بالاله الحاسبه نجمع هذا مع هذا، هذا مع هذا. على اليسار سيصبح لدينا 0.79، وعلى اليمين هذا مع هذا راح يبدل لنا 0.84. إذا هذا هو الحصر تاع اف لالفا محصورة بين 0.79 و 0.84. إذا نمروا للأسئلة القادمة. الرابع 4 ألف يقولنا بين أن المستقيم دلتا الذي معادلته إيكغيك يساوي إكس هو مقارب للمنحنى سي اف. دائما القاعدة نفسها لازم نحسبوا ليميت اف لإكس ناقص إيكغيك. لما إكس يؤول إلى ماذا؟ الآن بما أنه ما قلناش الجوار، ما قلناش زايد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية، معناتها واضح جدا أنه راح يكون مقارب عند زايد ما لا نهاية وعند ناقص ما لا نهاية. إذا الفكرة واش راح نديروا؟ راح نحسبوا عند زايد ما لا نهاية، ومن بعد لاحظوا هل هي نفسها عند ناقص ما لا نهاية ولا لا. إذا تساوي ماذا؟ ليميت نكتبوا عبارة الدالة اف عند زايد ما لا نهاية. رايحين نلاحظوا باللي هذه هي عبارة الدالة اف، لأنه زايد ما لا نهاية راه محسوب مع المقادير الموجبة. إذا الدالة اف تصبح هكذا، إكس ناقص 3 ألان إكس على إكس مربع لما إكس يؤول إلى زايد ما لا، هذه عبارة الدالة اف. نقصوا منها إكس راح يختفي إكس مع ناقص إكس، شحال يتبقى لنا؟ يتبقى لنا نهاية ناقص 3 على ألان إكس على إكس مربع. إذا حسبناها في النهاية، قلنا ألان إكس على إكس مربع نهاية شهيرة عند زايد ما لا نهاية وتساوي صفر، تضرب في عدد سالب تبقى أيضا صفر. إذا فعلا المنحنى بما أنه النهاية تساوي صفر، إذا المستقيم هذا راه مستقيم مقارب مائل لسي إف عند زايد ما لا نهاية. الآن عند الناقص ما لا نهاية بنفس الطريقة راح نقوم بنفس الطريقة. إذا ليميت الآن إف لإكس ناقص إكس لما إكس الآن يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ليميت، نخدمها مباشرة إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، معناتها نعملوا بهذا المجال مثلا. إذا واش رانا نلاحظوا؟ هذه هي الدالة إف، هو قال لنا اف نقص منها اكس لانه يكراك راه تساوي اكس. اذا نقص منها اكس ستختفي اكس، واش تبقى؟ يبقى هذه فقط. اذا تساوي ليميت ناقص 3 ألان ناقص اكس على اكس مربع لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه، وهذه ايضا حسبناها بفكره تحويل المتغير عند الناقص ما لا نهايه، وهي ايضا وجدنا انها تساوي الصفر. اذا نستنتج ماذا؟ نستنتج ان دلتا هو مقارب مائل لسي اف عند زائد ما لا نهاية وعند ناقص ما لا نهاية. إذا الآن يقول لنا ادرس الوضع النسبي بين دلتا وسي اف.
الان رايحين ندرس الوضع النسبي ايضا على مجالين، ندرس الوضع النسبي بين سي اف ودلتا على المجال الموجب، وبنفس الطريقه رايحين ندرسه على المجال السالب. اذا انتبه معنا الان 4 ب الوضع النسبي، دائما بما انه تمرين قيمه مطلقه كل شيء راح يعمل على مرتين، مره على المجال السالب ومره على المجال الموجب. اذا 4 ب الوضع النسبي. الان نقولوا على المجال ماذا؟ على المجال من صفر زائد ملح. نبدأ بالمجال الموجب. الوضع النسبي دائما القاعدة تاعو نفسها، نحسبوا الفرق F لي X ناقص Y ثم ندرس إشارة. F لي X ناقص Y حسبناه، لقينا بلي هذه هي F، نحيو منها X ما تختفي X تبقى هذه، إذا تبقى ناقص 3 ألان X على X مربع. هذه يجب أن ندرس إشارتها. كيفاش ندرسوا إشارتها؟ رانا لاحظوا بلي المقام راه موجب، إذا ندرس فقط إشارة الوسط. ملاحظة هنا، من المحتمل أن التلميذ راح يقول لنا باللي ألان راها موجبة، إذا تضرب في سالب تصبح سالبة. لا خطأ، الألان قلنا ليست موجبة. إذا كيفاش راح ندرسوا الإشارة؟ سهلة جدا، ركز معنا. راح نديروا أولا جدول إشارة، ولكن جدول إشارة هذا على المجال الموجب فقط، من صفر زائد ما لا نهاية. يعني قلنا راح ندرسوا الوضع النسبي مرتين، مليح. الآن صفر أيضا لا تنتمي لمجموعة التعريف. عندنا اولا راح نديروا خانه لاشاره الان اكس، لانه الان اكس ليست موجبه، وشفنا في الدرس باللي الان ليست موجبه، قلنا تنعدم عند الواحد قبله، واش قلنا قبله تكون سالبه بعده تكون موجبه. هذه اشاره الان، لكن احنا مش نبحثوا على اشاره الان، نبحثوا على اشاره الان مضروبه في ناقص 3، معناتها مضروبه في عدد سالب. اذا حتى نجد اشاره اف لاكس ناقص y يجب ان اشاره الان تضرب في الناقص. تضرب في الناقص، ما هي الفكره؟ ناقص يصبح زائد، زائد يصبح ناقص. اذا الناقص لما تضرب في الناقص راح تصبح زائد، هنا يبقى انعدام يبقى ناقص. اذا الفكره ما هي؟ الان الوضع النسبي واضح. الوضع النسبي كيفاش راح ندرسوه؟ راح نقولوا هنا الوضع النسبي، إذا يتقاطعوا عند الواحد، يوجد تقاطع قبل الواحد ماذا؟ سي اف فوق دلتا، لأن الفرق راه موجب. بعد التقاطع سي اف تحت دلتا، لأن الفرق راه سالب. الآن مرة أخرى وبنفس الطريقة راح نقولوا الوضع النسبي على أي مجال؟ على المجال ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية الصفر. ما هو الأمر الذي سيختلف؟ هو فقط العبارة المقصودة تعد الأف، نخدمه بالعبارة الآن الأولى لأنه رانا على المجال الأول. إذا نفس الطريقة ندرس إشارة F لX ناقص Y تصبح ماذا؟ F لX ناقص Y هذه هي F، راح نحيو منها X تبقى هذه، إذا تبقى ناقص 3 آلان ناقص X على X مربع. الآن X إلى ماذا ينتمي؟ إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر. ركز معنا مليح واش راح نقولوا؟ راح نقولوا باللي X مربع ما هي؟ X مربع راها موجبة، مقدار موجب، إذا يجب أن ندرس إشارة ناقص ألان ناقص X. وهذه أيضا فيها فكرة. كيفاش فيها فكرة؟ حتى ندرس إشارة هذه الفكرة لازم ندرس إشارة ألان ناقص X أولا، ومن بعد تضرب في الناقص. إذا كيفاش رايحين نديروا إشارة ألان ناقص X؟ تحدثنا عليها في خاصة في سلسلة أفكار العلامة الكاملة، لما تحدثنا على دراسة تغيرات دالة مركبة. دروك تفهمني واش راني نقصد. شوف، احنا اولا راح نديروا المجال تاعنا. المجال تاعنا الان هو من ناقص ما لا نهاية الصفر. قلنا اولا رايحين ندرسوا إشارة ألان ناقص X، وألان ناقص X ما عندهاش نفس إشارة ألان X. دروك نعرفوا كيفاش. كيفاش راح تجي الفكرة؟ قلنا هاي إشارة الألان راها ديجا واجدة، قلنا من صفر لواحد تكون سالبة، تنعدم عند الواحد ومن بعد تصبح موجبة. إذا كيفاش قلنا نجيبوا الإشارة؟ تعلمنا الفكرة، قلنا مثلا نركزوا على المجال هذا، واحد زائد ما لا نهاية، الإشارة عليه راها موجبة. المجال كيفاش راه مكتوب؟ مكتوب واحد زائد ما لا نهاية. الآن X واش راح يصرى له؟ X راح يتضرب في الناقص، X هو اللي راح يتضرب في الناقص، إذا عندنا ألان ناقص X، واش قلنا المجال ما الذي يحدث له؟ يتضرب في الناقس. لما المجال يتضرب في الناقس يتعكس زائد ما لا نهاية، ماذا تصبح؟ ناقص ما لا نهاية، والواحد ماذا يصبح؟ يصبح ناقص واحد. إذا بعد ما كان المجال واحد زائد ما لا نهاية أصبح ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، والإشارة على هذا المجال كانت موجبة، إذا تبقى موجبة وتنعدم عند ناقص واحد. الآن في المجال الآخر، المجال الآخر كان ماذا؟ كان صفر واحد. لما يتضرب في الناقص أيضا راح يتقلب، الواحد في الناقص تصبح ناقص واحد، الصفر في الناقص تبقى صفر. إذا المجال كان صفر واحد أصبح ماذا؟ أصبح ناقص واحد
صفر. الإشارة كانت سالبة تبقى سالبة. هذه ماذا؟ هذه هي إشارة أنا ناقص إكس. إحنا نبحث على إشارة أنا ناقص إكس مضروبة في عدد سالب. إذن ما الذي يحدث لها؟ تتعكس مرة أخرى. إذن كيفاش تتعكس؟ زائد ستصبح ناقص، انعدام، ناقص يصبح زائد. إذن أنا ناقص إكس لما تضرب في ناقص 3 هي نفسها إشارة F لX ناقص Y. إذن واش تبقى لنا هنا؟ تبقى لنا فقط نتحدث على الوضع النسبي. إذن هنا بما أنه الفرق سالب راح نقول CF تحت دلتا. كاين تقاطع، ثم راح نقولوا باللي CF راه فوق دلتا. إذا الآن بإمكاننا أن نقتصر على هذه الإجابة فقط، يعني المجال الأول الوضع النسبي وحده، والمجال الثاني الوضع النسبي وحده، وبإمكاننا أن نجمعهم يعني الجدولين مع بعضهم نديروا جدول واحد. إذا الخلاصة على الأمر هذا كل بإمكاننا أن نديروا الوضع النسبي على مجال التعريف، يعني في مجال واحد. الآن مجال التعريف سيصبح ماذا؟ مجال التعريف تعدى لكل هو من ناقص ما لا نهاية حتى الزائد ما لا نهاية، فقط عندنا قيمة ممنوعة عند الصفر، عفوا قيمة ممنوعة عند الصفر. الآن ندرس الوضع النسبي، نحاولوا نلموا فقط المجالين. المجال الأول من ناقص ما لا نهاية لصفر مكتوب هنا، إذا من ناقص ما لا نهاية كاين ناقص واحد. عند الناقص واحد ماذا يحدث؟ يحدث تقاطع. قبل الناقص واحد قلنا سي اف تحت دلتا، بعد الناقص واحد قلنا سي اف فوق دلتا. إذا كملنا من المجال الأول. الآن نمر إلى المجال الثاني اللي هو من صفر لواحد، واحد زائد ما لا نهاية. عند الواحد كاين تقاطع، مليح. قبل الواحد يعني من صفر لواحد قلنا سي اف راه فوق دلتا. إذا بعد الواحد تسمى من واحد زائد ما لا نهاية سي اف تحت دلتا. إذا كيفاش راه الوضع النسبي مع في الرسم راح يبان لنا؟ راح يبان لنا باللي يكون تحت يتقاطع عند الناقص واحد، وبعد يولي فوق ثم يتقاطع عند الواحد، وبعد يولي سي اف تحت دلتا. إذا هذا هو الوضع النسبي. فيه الفكرة هذه تعود إلى تعامل صحيح مع القيمة المطلقة. إذا الآن مع السؤال الخامس، وهو آخر سؤال قبل التمثيل البياني، يقول لنا بين أنه يوجد مماس تي للمنحنى سي اف يوازي دلتا ويمس سي اف في نقطتين. إذا احنا قلنا مماس تي يوازي مستقيم دلتا، قلنا الفكرة معروفة، قلنا هذا معناه أنه لهما نفس معامل التوجيه أو نفس الميل. دلتا قلنا المعادلة تاعو Y يساوي X، إذا معامل التوجيه تاعو هو الأ هو واحد، والمماس في الحالة العامة معامل التوجيه وميله هو العدد المشتق. إذا يكفي أن نحل المعادلة فتحة X تساوي واحد. يمس سي اف في نقطتين، في النهاية راح نفهموش معناتها يمس سي اف في نقطتين. إذا نقولوا ماذا؟ نقولوا نضع F فتحة لX تساوي واحد، ومنه عبارة F فتحة لX حسبناها ولقينا بلي تساوي جي لX على X أس 3. هذه هي جي لX، إذا تصبح X أس 3 ناقص 3 زائد 6. الآن القيمة المطلقة لX على X أس 3 تساوي واحد. الآن كسر يساوي واحد ما معناه؟ معناه أن البسط يساوي المقام، أو نقدر نديرو قاعدة الرابع المتناسب، هذه في واحد تساوي هذه في واحد. إذا كل طريقتين في زوج راح يديو أن البسط يساوي المقام. إذا ومنه X أس 3 ناقص 3 زائد 6. الآن القيمة المطلقة لX تساوي X أس 3. الآن لو كان ننقلوا X أس 3 الطرف الآخر راح تروح مع X أس 3 هذه، وتبقى صفر في الطرف الآخر. إذا 6 ألان X 6 عفوا ألان القيمة المطلقة لX تساوي ماذا؟ لو كان ننقلوا ناقص 3 من هي تصبح تساوي 3، ومنه نقسم الآن على 6 تصبح ألان للقيمة المطلقة لX تساوي 3 على 6 اللي هي 1 على 2. الآن حتى نتخلص من الآلان يجب أن ندخل الأسية. الأسية منها تختفي آلان تصبح القيمة المطلقة لX، ومنها تساوي أسية 1 على 2. إذا القيمة المطلقة لعدد تساوي عدد موجب. ما معناه؟ مثلا لو كان عندنا القيمة المطلقة لX تساوي 5، معناها X يساوي 5 أو ناقص 5. هنا أيضا نفس الأمر تماما، ومنه X يساوي ماذا؟ X يساوي أسية 1 على 2 و X يساوي أو X يساوي ناقص أسية 1 على 2. إذا هذا هو المماس تي اللي راح تحدثنا عليه.
الآن واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا بلي خرجونا فاصلتين، إذا يمس المنحنى سي اف في نقطتين. النقطة الأولى فاصلتها أسية 1 على 2، والنقطة الثانية فاصلتها أسية ناقص 1 على 2. يقدر هنا واحد يقول لنا أستاذ احنا عادة لما نلقاو حلين نقولوا مماسين، علاش هذه المرة لقينا مماس؟ لأنه بكل سهولة لو كان نروح نعينوا معادلة المماس عند الأول ونعينوا معادلة المماس عند الثاني رايحين نلقاو نفس المعادلة، وبالتالي نستنتج أنه نفس المماس. الآن يقول لنا عين معادلة لتي، لأنه قلنا يطلب تعيين إعطاء معادلة لتي، رايحين نعين عادي معادلة تي بالاعتماد على ماذا؟ بالاعتماد على معادلة المماس في الحالة العامة Y يساوي A فتح X صفر، نهزو مثلا أسية 1 على 2 في X ناقص أسية 1 على 2 زايد F لأسية 1 على 2. الآن الفكرة وش هي؟ أنه نعوض فقط في الدالة وفي المشتقة بأسية 1 على 2، نحسب العدد المشتق ونحسب الصورة، بعدها نعوضهم في معادلة المماس. إذن الآن في التعويض لو كان ننتبهوا أفتحة لأسية 1 على 2 لا يجب أن نعوضه، علاش؟ لأنه أفتحة لأسية 1 على 2 راح تخرج 1، لماذا؟ لأنه أسية 1 على 2 هي أصلا حل للمعادلة أفتحة لإكس يساوي 1، يعني لازمتنا كي نعوضها لازم تخرج لنا 1، إذا مباشرة رايحة تخرج 1. الآن F لأسية 1 على 2 نحسبها بالتعويض، F لأسية 1 على 2 نعوض في الدالة بأسية 1 على 2، إذن X واش تعوض؟ تعوض بأسية 1 على 2 ناقص 3 في. الآن ألان القيمة المطلقة لأسية 1 على 2، إذن ألان القيمة المطلقة لأسية 1 على 2، رانا نلاحظوا بلي أسية 1 على 2 هي مقدار موجب، إذن القيمة المطلقة يصبح ما عندها تعمل تروح. الآن نتروحوا مع الأسية، وشحال يبقى لنا في البسط؟ يبقى لنا 1 على 2. في المقام وشحال راح يبقى لنا؟ عندنا إكس مربع، وراح نعوضوا بأسية 1 على 2. إذن أسية 1 على 2 ونربعوها، من خواص الأسية أن 2 هذه تهبط في الأس، تولي 1 على 2 في 2. 1 على 2 في 2 ما هي؟ هي 1، إذن أسية 1 وتساوي أ. إذن في المقام شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا أ فقط. نزيدو نبسطو العبارة ونشوفو واش راح تخرج لنا. عندنا هنا تبقى لنا أسية 1 على 2، كيفاش راح نحسبو هذه العبارة؟ ناقص 3، الآن ناقص 3 تضرب في هذا الكسر وبالتالي تضرب في البسط نتاعو وبالتالي تصبح ناقص 3 على 2 أ. إذن هذه هي الصورة وتساوي أسية 1 على 2 ناقص 3 على 2 أ. الآن وش تبقى لنا؟ تبقى لنا فقط أنه نعوضه في معادلة المماس. الفتحة لأسية 1 على 2 نعوضه بواحد، واحد في القوس معناتها يبقى القوس فقط لأنه الواحد ما يأثرش في الجداء، إذن إكس ناقص أسية 1 على 2. رايحين نزيدوا لها الصورة اللي هي زيدوا لها اف لأسية 1 على 2 اللي هي أسية 1 على 2 ناقص 3 على 2 أ. رانا نلاحظوا بلي أسية ناقص 1 على 2 مع أسية 1 على 2 نحرحوا مع بعضهم، إذا تبقى لنا Y تساوي X ناقص 3 على 2 أ. إذا هذه هي المعادلة التي يجب أن تعطى. من بعد في الرسم رايحين نحسبوا هذا القيمة كم تساوي بالتقريب حتى يمكن أن نمثلها على البيان. إذن هذا هو السؤال تاع المماس. وش بقى لنا؟ بقى لنا نمر إلى التمثيل البياني وفي الأخير سؤال مناقشة بيانية. الآن مع سؤال مهم جدا واللي هو سؤال التمثيل البياني. مدينا في كل الفيديوهات تاع كل تمارين شاملة مدينا طريقة أو منهجية للتمثيل البياني. هذه المنهجية ما هي الأهمية تاعها؟ أنها فقط تعاوننا على اتباع خطوات معينة للتمثيل البياني بسهولة وبدقة. إذن هذه هي المعطيات اللي توصلنا لها في الدراسة. هذا هو جدول التغيرات، هذا هو جدول الوضع النسبي، ودروك نشوفوا ما هي المنهجية تاع الرسم. إذن الطريقة الأولى الخطوة الأولى للرسم هي رسم المستقيمات اللي عندنا. كل المستقيمات اللي عندنا في التمرين نرسموها. أولا عندنا مستقيم مقارب. مستقيم مقارب مائل معادلته إيكغراك يساوي إكس، إيكغراك يساوي إكس أو أي مستقيم كيفاش نرسموه؟ جدول نهزو مثلا قيمتين صفر وواحد، صفر لما نعوضوه يمد صفر، واحد لما نعوضوه يمد واحد، إذا النقطتين هما صفر صفر واحد واحد، نحطوهم في المعلم صفر صفر
واحد واحد عندنا هذو النقطتين نوصلوا بالمسطره، رانا رسمنا المستقيم دلتا. ايضا عندنا مستقيم مقارب اخر عمودي، قلنا عمودي معادلته اكس يساوي صفر، اللي قلنا هو نفس محور التراتيب وراه مرسوم. الان عندنا مستقيم اخر اللي هو المماس، المعادله تاعو لقيناها في التمرين اكس ناقص 3 على 2 او، قلنا كنعودوا رايحين نرسموا هذه القيم لازم تحسب بالقيم التقريبيه، بالاله حاسبه تساوي بالتقريب 0.55. اذا اكس ناقص 0.55 مستقيم عادي نرسمه بنفس الطريقه، نعوضه بالصفر راح يخرج ناقص 0.55، نعوضه بالواحد راح يخرج 0.45. اذا نحطوا النقطتين هذو، نحطوا النقطتين في المعلم ونوصلوا دائما بالمسطره. اذا قلنا النقطه الاولى صفر ناقص 0.55، اذا بالتقريب راح تجي النقطه هنا. النقطه الاخرى 1.45، ونذكروا بلي هذا المماس قلنا راه موازي لدلتا، اذا راح يخرج عنده نفس الميل. اذا الفاصله واحد ترتيبها بالتقريب قلنا 0.45، ونرسموا هذا المستقيم. اذا نرسموا هذا المستقيم، قلنا مماس تي راه يوازي دلتا. مليح. الان بعد رسم المستقيمات قلنا مباشره نروحوا الى ماذا؟ نروحوا الى جدول التغيرات. جدول التغيرات واش نهزوا منه؟ كل المعلومات اللي تكتب هنا لازم نحطوها في تمثيل البيان خطوه بخطوه. عندنا النهايه عند ناقص ما لا نهايه، لقيناها ناقص ما لا نهايه، لازم تتحط في التمثيل البياني، مع ملاحظه انه هنا رانا لقينا عند ناقص ما لا نهايه دلتا هذا راه مستقيم مقارب عند ناقص ما لا نهايه وعند زائد ما لا نهايه. اذا عند ناقص ما لا نهايه دال اف المنحنى راح يكون هنا بتقارب مع المستقيم، لكن هنا كاين اشكال، هل نحطه فوقه ام تحته؟ نشوفوا الوضع النسبي. الوضع النسبي عند في جوار ناقص ما لا نهايه سي اف قلنا يكون تحته، اذا لا يمكن ان يكون فوق. اذا رسمنا هذه النهايه. الان لما اكس يكون عند الصفر بقيم اقل، نهايه كم تكون؟ تكون زائد ما لا نهايه. اذا هذا هو الصفر، صفر بقيم اقل، الداله راح تكون عند زائد ما لا نهايه، يعني تكون بهذه الطريقه. رسمنا هذه النهايه. صفر بقيم اكبر، لما يكون اكس صفر بقيم اكبر الداله راح تكون عند زائد ما لا نهايه. رسمنا ايضا النهايه الاخرى. عندنا نهاية أخيرة عند زائد ما لا نهاية، هي زائد ما لا نهاية، يعني لما يكون إكس عند زائد ما لا نهاية، الدالة أف راح تكون عند زائد ما لا نهاية، وقلنا كاين مستقيم مقارب، عندنا إمكانيتين، ممكن يكون فوقه، ممكن يكون تحته، الوضع يقول لنا بلي في جوار زائد ما لا نهاية تحته، إذا لا يكون فوقه. تبقت لنا فقط هذه الذروة، ذروة في التمرين قلنا فاصلتها ألفا، إف لألفا. الفا قلنا بالتقريب محصورة بين 1.21 و 1.22، احنا هزيناها بالتقريب 1.21. اف لالفا بالاعتماد على سؤال الحصر لقيناها محصورة بين 0.7 و 0.9، هزيناها بالتقريب 0.8. اذا هذه هي الفاصلة، عفوا هذه هي الذروة، فاصلتها 1.21 وترتيبتها 0.8. اذا بالتقريب راح تكون هذه هي الذرو. مليح. الان حطينا معلومات جدول تغيرات. بعد معلومات جدول تغيرات الخطوه الثالثه وهي مهمه ايضا، قلنا الوضع النسبي. الوضع النسبي نحاولوا نفهموا الوضع النسبي تاعنا في هذا التمرين. الوضع النسبي قلنا عموما كيفاش يمثل؟ يمثل من خلال نقاط التقاطع. اذا الوضع النسبي حتى نحطوه في الرسم نحطوه فقط نقاط التقاطع، تحت فوق راح تخرج وحده، راح تخرج بطريقه آلية. اذا اولا عندنا نقطة الوضع النسبي نذكروه، من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد تحت يتقاطع عند ناقص واحد، من بعد فوق ايضا فوق يتقاطع عند الواحد، من بعد تحت. اذا ركزوا على نقطتي التقاطع، نقطتي التقاطع الفاصلتان تاعهم هما ناقص واحد وواحد. اذا يتقاطعوا اولا عند نقطة فاصلتها ناقص واحد، الفاصلة ناقص واحد دلتا هنا معناتها سي اف لازم يكون هنا. اذا هذه هي نقطة التقاطع الاولى. قبل التقاطع هذا راه سي اف تحت دلتا، معناتها راح يكون بهذه الطريقة. من بعد التقاطع يصبح فوقه، واضح باللي فوقه. عندنا تقاطع آخر وين يتم عند الواحد، عند النقطة ذات الفاصلة واحد. إذا النقطة ذات الفاصلة واحد هذه هي سي اف هنا، معناتها دلتا لازم يكون هنا، ورانا نلاحظوا باللي فوقه ومن بعد أصبح تحته عادي جدا. اذا الان رسمنا هذه النقاط، واش تبقى لنا؟ تبقى لنا اخر
فكرة اللي هي بعض النقاط ليست المساعدة ولكن النقاط المميزة. شو معناتها بعض النقاط المميزة؟ بعض النقاط الخاصة في المنحنى، مثل تقاطع مع محور فواصل، التقاطع مع محور تراتيب وغيرها. هذه النقاط هو اللي يتحدثنا عليها في التمرين. لو كان تذكروا التمرين تاعنا ما حكينا حتى على نقطة، فقط النقطتين اللي يكون عندهم المماس، لأن النقاط اللي يكون عندهم المماس يعتبروا أيضا من النقاط الخاصة في المنحنى. الآن ركز معنا مليح، وش لقينا المماس هذا؟ لقيناه مماس واحد، ولكن حسب معطيات التمرين طبعا لقيناه يمس عند نقطتين. هذا المماس تي لقيناه يمس عند نقطتين، النقطة الأولى فاصلتها أسية واحد على اثنين، والنقطة الثانية فاصلتها ناقص أسية واحد على اثنين. الصور ما تهمناش، دوك نشوفوا علاش الصور ما تهمناش. لانه كي عاد عندنا المستقيم بمجرد ما نعرفوا ما هي الفواصل معناتها رانا عرفنا ما هي الصور. اذا اسيه 1 على 2 نحسبوها بالاله الحاسبه ونشوفوا شحال تساوي. اذا بالاله الحاسبه اسيه 1 على 2 تساوي بالتقريب 1.6. اذا النقطه الاولى التي يمس عندها المماس تي فاصلتها بالتقريب 1.6. اذا 1.6 بالتقريب راح نقولوا هنا. شوف علاش ما يحتاجوش الصوره، لانه دلتا كيكون هنا معناتها المماس كيكون هنا معناتها المنحنى لازم يكون ذا، علاش؟ لانه يمس عند هذيك النقطه. يعني بدون معرفه الصوره رانا نقدروا نمثلوا النقطه. الان ناقص اسيه 1 على 2 هي ناقص 1.6، اذا يمس عند النقطه الاخرى للفاصله تاعها ناقص 1.6. اذا الان ناقص 1.6 راح نعتبروها هكذا. دلتا هنا المماس تي هنا، اذا سي اف راح يكون هنا. الان واش تبقى لنا؟ تبقى لنا فقط نوصفوا ما بين هذه المعطيات. الخطوه الاخيره هي التوصيل. قلنا دائما حتى يجينا رسم منظم ويجينا رسم مليح، من الافضل انه نبداو بالنقاط اللي قراب لبعضهم ونوصلوا ما بيناتهم. اش معناتها؟ هنا قلنا ما ننساوش هنا عندنا ذروه قيمه حديه صغرى، نحاولوا نرسموها بهذه الطريقه. بعد هذه نروحوا فقط للنهايات، قلنا ما نبداوش من النهايات، نبداو من النقاط باش يجينا الرسم منظم. الان لازم نفهموا هذا وش هو. هذا مماس. المماس ان صح التعبير وش هي الخدمه تاعو؟ يدور المنحنى ان صح التعبير. اذا المنحنى يكون هكذا كي يلحق المماس راح يدور. علاش يدور؟ باش يروح للجوار اللي رانا رايحين ليه، يعني يروح للمستقيم المقاب. اذا هكذا رانا مثلنا الجزء الاول من منحنى الداله. هنا ايضا نفس الفكره، المنحنى راح يكون هكذا يلحق للمماس يدوره ويطلع للنقطه تاعنا. اذا من الافضل انه نبداو ايضا بالمماس ثم نروحوا لنقطة التقاطع. هنا ما حكيناش على نقطة التقاطع مع محور فواصل، يعني نديروها بالتقريب فقط، لأنه ما عطاهالناش في التمرين. كون عطاهالنا في التمرين راح يستعملها في سؤال تاع مبرهنات قيم متوسطة. إذا رانا مثلنا التمثيل البياني للدال. هنا أيضا هكذا ونروحوا للنهاية. هذا هو التمثيل البياني للدالة بطريقة سهلة ومنظمة، ويخرج تمثيل رائع جدا. الآن رايحين نحتاجوه في سؤال آخر اللي هو سؤال المناقشة البيانية. إذا الآن بعد ما قمنا بالتمثيل البياني للدالة عندنا سؤال تاع مناقشة بيانية يقول لنا ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول المعادلة mx مربع زائد 3 ln x تساوي الصفر. إذا نحاولوا نجيبوا الفكرة مع بعضنا خطوة بخطوة. هنا ملاحظة فقط، لاحظوا باللي ما عطاناش مجموع التعريف تاع هذه المعادلة، لأنه قلنا المعادلات والمترجحات في الآلان قبل ما نحلهم يجب أن تكون معطاة مجموع التعريف، إذا كان ماهيش معطاة احنا اللي لازم نجيبوها. إذا هذه المعادلة أولا نعينوا مجموعة التعريف تاعها، تكون معرفة على أي مجال، معرفة بما أنه فيها الآلان، إذا معرفة على الصفر زائد ما لا نهاية. إذا مجال تعريف تاع هذه المعادلة هو فقط صفر زائد ما لا نهاية. الآن بعد هذا بما أنه قالنا دير مناقشة بيانية، الخطوة الفكرة نعرفوها أنه لازم منا في أحد طرفين يعود عندنا F لX، وفي أحد في الطرف الآخر تكون عندنا دالة بدلالة M. إذا نشوفوا مليح الاف كيف معرفة. F لX معرفة X ناقص 3 ألان اكس، ألان اكس الكل على اكس مربع. اذا لازم نركزوا مع العباره هذه حتى نخدموا الداله اف. اذا نضع ماذا؟ ام اكس مربع زائد 3 ألان اكس تساوي صفر. الفكره الاولى رانا نشوفوا باللي كاين 3 اكس، 3 ألان اكس، هذا تقدم مليح جدا. الان نبداو نبنيو في الداله. كيفاش راح نبنيوها؟ اولا نقسموها على اكس مربع، ثم تضرب في الناقص، ثم نزيدوا لها اكس، هكذا رايحين نبنيو الداله اف. اذا لما نقسموا على اكس مربع، هنقسموا الطرفين على اكس مربع، على المجال صفر زائد ما لا نهايه، اذا هنا تبقى ام فقط، لانه قسمنا على اكس مربع، زائد 3
ln x على x مربع تساوي ماذا؟ تساوي صفر، لأنه صفر على x مربع هو صفر. الآن الفكرة واش قلنا؟ قلنا الحوايج اللي فيهم ام يروحوا للطرف على اليمين، والحوايج اللي ما فيهمش ام يبقوا على اليسار. إذا تولي ثلاثة ln x على x مربع ماذا تساوي؟ ام لما نديوها من هي راح تولي ناقص ام. إذا واش قلنا؟ قسمنا إلى x مربع، الآن لازم نضربه في الناقص. إذا طرفين يضربوا في الناقص، منا على اليسار تصبح ناقص ثلاثة ln x على x مربع، وفي الطرف على اليمين ناقص ام، لما تضربها في الناقص راح تصبح ام. ومنه آخر خطوة للمناقشة أن نزيد x للطرفين، لما نزيد منا x للطرفين منا واش راح يصبح؟ x ناقص ثلاثة ln x على x مربع، وفي الطرف الآخر راح تصبح x زائد ام. إذا منا على اليسار واش عندنا؟ عندنا f ل x، ومن هي في الطرف الآخر عندنا x زائد ام. إذا f ل x يساوي x زائد ام، راه مكتوبة من الشكل a x زائد ام، وشفناها في الكثير من المرات. فقط لما شافوش المناقشة البيانية وما عندهم أدنى فكرة يرجعوا لسلسلة الأفكار للعلامة الكاملة، الفيديو الأول راح يلقوا حل حول المناقشة، راح يفهموا مباشرة علاش هنا قلنا مناقشة مائلة. إذا f ل x تساوي x زائد ام هي مناقشة مائلة. لاحظوا بالمستقيمات اللي راح نقشوا بها الميل تاعها واحد، إذا عندنا زوج مستقيمات الميل تاعهم واحد. هذا المعادلة تاعو x يساوي عفوا إيكغراك يساوي x ناقص 0.55، وهذا إيكغراك يساوي x. إذا هذا في زوج الميل تاعهم واحد. إذا المناقشة راح تتم بالموازاة مع هذه المستقيمات. واش تتغير فيهم؟ تتغير فيهم نقطة التقاطع مع محور التراتيب، مع ملاحظة أنه قلنا الدالة والمعادلة معرفة فقط على المجال صفر زائد ما لا نهاية. واش معناتها؟ معناتها هذا المجال السالب بإمكاننا أن نحذفه لأنه ما يدخلش في الحساب، لأنه فقط رايحين نناقشوا على المجال ماذا؟ الموجب. إذا نبدأ المناقشة تاعنا عادي جدا. كيفاش راح نقولوا؟ حلولها هي فواصل نقاط تقاطع سي اف مع المستقيمة ذات المعادلة y يساوي x زائد ام. ومن البيان نقرأ، أول حاجة لما يكون ام ينتمي ناقص ما لا نهاية. إذا هذه قلنا مناقشة ما نوعها مائلة، راح تتم بالموازاة مع هذه مع هذين المستقيمين. الآن ام يكون ناقص ما لا نهاية، يبقى المستقيم يطلع يطلع يطلع، لاحظوا باللي لا توجد حلول. إذا ام من ناقص ما لا نهاية الى غايه كنت تشوفوا ما هو الحد، الطرف الثاني تاع المجال راح نقولوا المعادله لا تقبل حلولا. لماذا لا تقبل حلولا؟ لان السي اف لا يتقاطع مع هذه المستقيمات في هذا المجال. الان ما هو الحد تاع هذاك المجال؟ ناقص 0.55 في الحقيقه نحسبوا بها برك، ولكن في اي اجابه او في اي معادله مماس مناقشه لازم نمدوا القيم المضبوطه. القيمه تاعها لقيناها 3 على 2 او. اذا الان ام من ناقص ما لا نهايه حتى نلحقوا المستقيم هذا، المستقيم هذا الام تاعو كم تساوي؟ تساوي ناقص 3 على 2 او، لانه الام معادلات رانا قلنا مكتوب مستقيمات قلنا مكتوبه من الشكل x زائد ام، يعني الام راح تمثل البي تاع المستقيم. المستقيم هذا البي تاعو هي ناقص 3 على او. اذا من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 3 على 2 او لا توجد حلول. عند ناقص 3 على 2 او بالتحديد، يعني عند هذا المماس رانا نلاحظوا باللي كاين هنايا حل مليح. اذا ام يساوي ناقص 3 على 2 او يوجد حل. ما اشارته؟ موجب، لانه يتم على يمين محور الفواصل. اذا حل موجب مع ملاحظه، بما انه دائما التقاطع لما يتم مع مماس دائما نقولوا حل مضاعف دائما، حتى في المرات الاخرى الماضيه اذا كان ما قلناش حل مضاعف يجب ان ندركوا الفكره. دائما لما يكون تقاطع مع مماس في التمارين راح تعرف باللي هو مماس، دائما تقول حل مضاعف. اذا الان فالحل فما فوق، يعني بين، ركز معنا هنا، الان بين المستقيمين هذو رانا نلاحظوا بلي ديما يكونوا كاين تقاطعين، مره يكون تقاطع منا ومره تقاطع في الطرف الاخر. اذا دائما كاين حلين، من ناقص 3 على او حتى لماذا؟ هذا الام تاعو كم تساوي؟ صفر. اذا ام ينتمي من المجال ناقص 3 على 2 او الى غايه صفر كاين حلان. ما اشارتهما؟ موجبا، كل الحلول موجبه لانه رانا قلنا من صفر زائد ما لا نهايه. الان عند الصفر بالتحديد لما نلحقوا لهذا المستقيم البي تاعو راها صفر، هذا المستقيم رانا نلاحظوا بلي كاين تقاطع واحد، اذا كاين حل واحد للمعادله. اذا هنا نفتحوا لانه الصفر ماهوش ما عندوش حلين، صفر يعتبر مع الحاله القادمه اللي هي من صفر الى غايه زائد ما لا نهايه. دائما من صفر الى زائد ما لا نهايه شو شحال كاين عندنا؟ دائما كاين تقاطع، اذا يوجد حل
حل وحيد وهو موجب. إذن هذا هو تمرين هذه المناقشة البيانية، تمرين ممتاز جدا. أهم فكرة فيه هو كل شيء فيه عادي، ولكن أهم فكرة فيه هي التعامل الصحيح مع القيمة المطلقة. نظن أنه أي تمرين الآن فيه قيمة مطلقة، دوال عددية أو دوال أسية أو دوال لوغاريتمية، رانا تعلمنا الفكرة. نتمنى أنكم استفدتم منه. ما تنسوش تدعوا لنا بالخير، أي ملاحظات تتركوها لنا في التعليقات. ما تنسوش أيضا تشاركوا هذا المحتوى مع أصدقائكم، مع زملائكم، يعني في المدارس الثانوية تاعكم، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نستنى منكم إن شاء الله أنكم تدعمونا. أي حاجة تركوها لنا في التعليقات. بالتوفيق، السلام عليكم.